طبعا فيران بتهاجم الحمام، فهي بتيجي له منين بقى الفيران؟ لكن هقول لك بتيجي منين الفيران. شوف كده كلها سلك زي ما انت شايف كده، الفار بيجي منين ويدخل؟ شايفين الدرج ده؟ درج البلاستيك. هو بيدخل في الدرج البلاستيك ويحاول لو هو فار صغير ان هو يطلع من السنابل كده، او يشد رجلين الحمام وهو واقف على الخشب ده، فالحمام بالتالي بيقف، الحمام بيضطر يحمي نفسه فبيقف على السقايات او الاكلات او المحضن بتاع البيض. طب تعالى نشوف هي الدم اللي باين ورجلين الحمام في السلكة اللي هي في السطح ده، اللي هو الذكر الحمام اللي هو موعود بالحكاية دي، كل شوية نلاقيه هو في السلكة نلاقي فيها دم. هنشوف الدم على، شايفين الدم قد ايه؟ مطرح ما هو رجليه اتعورت، ذكر الحمام بيقف على المسقع عشان يحمي رجليه من الفيران. فالفار تقريبا بيعدي من هنا، هو شو بيدخل منين؟ بيدخل من هنا كده من الدرج ويقعد جوه. اللي كده قبل كده كانوا عايزين يعششهم هنا، واحنا قلنا بومة او صقر ومش عارفين هو ايه، لكن هو اتضح ان هي فيران صغيرة، وإما بتدخل من بين السدايب كده، تدخل من الشق ده، أو إن هي بتشد رجلين الحمام وهو واقف في المكان ده، الحمامة تقف كده يقوم شدد رجليها من تحت بيعضها. وهنجيب برضو حمامة ونشوف الحمام رجليه معمولة ازاي. شايفين الدم عليهم ازاي؟ حمام معكوك دم. ده دم مبطع اهو في الريش، شايفين ضوافر الحمامة، الضوافر الفار اكل عند الضوافر، ويمكن اهو هنا مقصقص فيها اهو، وفي الرجل التانية الضوافر معدودة اهو. شوف التاني الذكر، الضوافر شايفين الضفر اللي هو الوراني ده في دم اهو، دم نشف طبعا، هما بيشتغلوا بالليل، بالنهار طبعا بيروق وبالليل يجي يعضوا تاني، فتلاقي الدم اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين الدم عامل ازاي بالظبط كده؟ وفي كمان اهو نشوف في دي كمان، هنا برضو في اثار دم ناشف اهو، هنا اثار الدم كمان نشفت. فاحنا هنشوف حل للموضوع ده ان شاء الله على طول. انا كنت هدخلهم جوه في اوضه المقفوله اللي ما بيدخلهاش فيران. في السلكه اللي انا دخلتها في برضه كسروا بيضه للحمام، او الحمام هو بيدافع عن العش كسر بيضه. طيب احنا في طريقه هنجربها ونشوف ايه هتنفع ولا مش هتنفع، هجرب طريقه كده. طيب هي الطريقه اللي احنا هنجربها ايه؟ احنا كنا زمان بنجيب جبس، كنا نجيب الجبس ده ونحط ايه معلقة سكر او شوية سكر على شوية جبس ونحطهم الفار ياكلهم والفار يموت. ايه الفكرة من الموضوع ده؟ انا هقول لك بالظبط، بس قبل ما نقول الفكرة هنعملها عملي. كيس حليب بودرة زي ده، تمام، هنقص الكيس الحليب ونعمله ونخلطهم على بعض في علبة زي كده او اي حاجة يعني تحطها، المهم ان انت تخلطهم مع بعض كويس. وهنقول لك هنستخدمهم ازاي وايه الفكرة من كده. لسه هنحط بقى ايه قدهم، يعني مثلا لو قلنا دول كده شوف هم قد ايه، نحط قدهم مرتين جبس اهم، نحط قدهم مرتين جبس. جبس يا جماعة مش اسمنت ابيض او اي حاجة بيضة،
تأكد ان هو جبس. هقول لك ليه، يعني هتحط مثلا معلقتين جبس على الكيس الحليب اللي هو الصغير ده، الكيس ده بتلاتة جنيه، هتحط عليهم معلقتين جبس. الفكرة كلها ان هو الفار لما هياكل الجبس ويروح يشرب مية، ايه اللي هيحصل؟ الجبس بيشد ساعة المية، بيجمد، بيتجمد بسرعة فورا، فالفار هيموت بسرعة وفورا وفي نفس الوقت. ونرجهم كويس اول كده، نغطيها ورجهم. احنا بنعمل كده علشان ما نحطش، بدل ما نحط السم هنحط ايه، نجرب الفكرة دي، مش عايزين نعمل بالسم الاول عشان ما يبقاش خطر. وطبعا الحمام يبقى بعيد عن الحمام، ما ياكلش منه، لان برضو الحمام لو كله هيعمل نفس الفكرة. وطبعا هنشيل الاكل بتاع الحمام، هنشيل الاكل بالليل، الفيران ده طبعا بتطلع بالليل، بس هتيجي كده قبل المغرب تقوم شايل الاكل من قدام الحمام تماما عشان ما يلاقيش حاجة ياكلها غير الجبس والحليب ده. هاجي فاتح درج السلاكة ونحط في كل درج شوية كده على جنب، يكفوا فار يعني. تمام، هياكلهم. وبرضه هوري لك عملي الجبس بيعمل ازاي. حط كده، حلو قوي كده. ننزل لكل درج نعمل فيه نفس الحكاية اهو. طبعا في مسافة بين الحمام، مش هيطولها الحمام، ما ينفعش ياكل منها، مش هينفع غير الفار بس اللي ياكل منها. نشوف هنا اهو، تمام كده كفاية قوي. وطبعا هتسيب مية عشان الفار لما ياكل الجبس يروح يشرب مية، فانا هسيب لهم مسقف الارض زي كده اهو، فيها مية خلاص. بالليل ونطفي النور عشان الفار يطلع وياكل وبالهنا والشفا. وهنقول لكم برضو الطريق النتيجة في فيديو تاني، الفار اللي يموت هنوريه لكم في فيديو تاني. تعال نشوف هو الجبس بيعمل ايه. عشان تعرف الجبس بيعمل ايه في الفار، هنجيب شوية جبس كده ونحط عليهم حبة مية اهو. اعتبرنا ان الفار كل الجبس وحطين وشرب مية، شوية مية كده. طبعا لما ياكل الجبس هيحس بالعطش جدا، هيروح يشرب مية، ونقول له بالهنا والشفا ونتخلص من الفار بإذن الله. شوف ميزة الجبس بقى بيعمل ايه، سريع سريع جدا، بينشف بسرعة جدا. هو ده الفرق بين، يقول لك جبس مش اسمنت ابيض او اي حاجة بيضة. شوف هتلاقيها جمدت، لو سبتها مفيش ثواني كمان هتلاقيها بقت زي الطوبة. ده اللي هيحصل للفار، هتبص تلاقي الفار محجر في بعضه زي الطوبة اهو. لو استنينا كمان عليها ثواني، وطبعا هو الفار اهو شفت جمدت ازاي، بقت زي الطوبة ازاي، مفيش في دقيقة، في خلال دقيقة بقت عاملة ازاي، ولسه كمان. فطبعا هو الفار هيجي على ريحة كيس الحليب، هيجي على ريحة كيس الحليب. تمام، يعني ده شغلته كيس الحليب عشان يجيب الفار، اما ده شغلته علشان الفار يروح يشرب مية ويتجمد، يبقى زي الطوبة زي الحتة دي كده ما اتجمدت، هو الفار هيبقى زي دي. ده اللي احنا عايزينه، ويا رب تنفع ان شاء الله والفار يروح ياكل. هي هتنفع، بس المهم ان الفار يا رب يروح ياكل. اهم شيء في الموضوع عشان تنجح ان احنا نشيل الاكل كله وتحط شوية مية عشان الفيران اللي تاكل تروح تشرب من المية دي بإذن الله. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.